أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الخاصة بحالة الطقس بالمغرب ابتداء من يوم غد الأربعاء 27 دجنبر 2023. سوف نوافيكم بأخر تحديثات نماذج الطقس العالمية للرصد الجوي بالتفصيل. فقبل الأخذ في التفاصيل مشاهدي الأعزاء، فإذا كنت تشاهد لأول مرة فلا تنسى دعمنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل كي يصلكم جديد فيديوهاتنا ونشراتنا، وشكرا لكم جزيل الشكر. يوم غد يتوقع إن شاء الله أجواء عموما مستقرة إلى قليلة السحب إن شاء الله في المناطق، كذلك الفترة الصباحية، وأجواء غائمة على المناطق الشمالية والجهة الشرقية إن شاء الله. بالنسبة لخلال الأيام القادمة يتوقع دخول بعض الأمطار المقتصرة على المناطق التي سوف نوافيكم بهذا الفيديو المفصل إن شاء الله. احتمال دخول بعض الأمطار الضعيفة على الجهة الشرقية إخواني الكرام مع سيطرة قوية للمرتفع الجوي الأزوري. سنرى هذا المنخفض إذا كان سيتجه إلى المملكة خلال الأيام القادمة، فالمرجو التفضل مشاهدة الفيديو الأخير لأننا سوف نقدم توقعات 9 أيام القادمة بالتفصيل. من المتوقع إن شاء الله أجواء سبقة مستقرة إلى قلة السحب في معظم مناطق المملكة، احتمالية دخول بعض الأمطار إن شاء الله خلال الأيام البعيدة المدى، فتشير لبعض الأمطار إن شاء الله الخفيفة مع تقدم منخفضات قوية. وبالنسبة ليوم الثلاثاء احتمال دخول بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة المتسللة عبر طرب الوطن خصوصا على المناطق الشمالية على أصيلة والعرايش وكذلك جفشاون وزان وللاميمونة، وستعرف بعض الأمطار الضعيفة نهار بداية شهر إن شاء الله واحد، وغتبقى هذه الأمطار على باب برد لكن تبقى ضعيفة خوتي كما كتشاهدوا، كذلك على وزان أمطار ضعيفة إخواني الكرام. بالنسبة لنهار الأربعاء إن شاء الله فمن المتوقع كذلك تكون بعض الأمطار قد تكون غزير أحيانا على كذا سبتة والفنيدق والمضيق وطنجة وأصيلة والقنيطرة والمناطق تطوان وأصيلة، وإن شاء الله كذلك المناطق الشمالية غتبقى هذه الأمطار متمركزة خصوصا لأقصى شمال المملكة كما تشاهدون، مع تجول هذا المنخفض أو هذا الجبهة الممطرة بشكل كما تشاهدون إخوة الكرام، منخفض أو جبهة قوية إن شاء الله. بالنسبة للنموذج الأمريكي فيشير كذلك إلى احتمالية دخول بعض الأمطار المتسللة ببعض المنخفض منخفضات كذلك الأطلسية أو القطبية لكن تبقى ضعيفة من ناحية الفعالية إخواني الكرام، نسأل الله العافية والله يعطينا الشتاء خوتي بغينا الشتاء صراحة. الحمد لله وشكرا على كل حال، الله يرحم فينا وتحية للجميع.